تقول: بحمد الله سبحانه وتعالى اقتنعت بشرعية الحجاب الساتر لكل البدن، وقد التزمت بلبس ذلك الحجاب منذ سنوات وللآن طبعا، وقد قرأت الكثير من الكتب في الحجاب وبخاصة في كتب التفسير المختلفة، وهي تتعرض طبعا لموضوع الحجاب في أثناء تفسير بعض السور مثل سورة النور الأحزاب، ولكنني لا أدري كيف أوفق بين لبس المسلمات في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وفي عصر بني أمية وأهمية الحجاب الذي أكاد أراه فرضا على جميع النساء. يجب أن نعلم أن عصر النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما كان قبل الحجاب والنساء فيه كاشفات الوجوه ولا يجب عليهن التستر، والثاني ما كان بعد الحجاب وهما بعد السنة السادسة، فهذا التزم فيه النساء رضي الله عنهن الحجاب وخرن كما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لبناته ونساء المؤمنين وأزواجه: يدنين عليهن من جلابيبهن. فصرنا رضي الله عنهن يلبسن صية سودا ولا يدين إلا عين واحدة ينظرن بها الطريق، وما زال الناس والحمد لله في بلادنا هذه على هذه الطريق التي هي مقتضى دلائل الكتاب والسنة والاعتبار والنظر الصحيح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقي على نسائنا ما من به عليهم من هذا الحجاب السافر الذي هو مقتضى دلائل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح المطلق. نعم. بارك الله فيكم.